المفاوضات كانت موجودة وكلام كتير عن وجودك في الأهلي أو في الزمالك، يعني كلمنا على الجزئية دي، هل ده حصل فعلا ولا كانت الأمور بالنسبة كلام بس؟ والله يا كابتن محمد، هو يعني كانت من فترة برضو، يعني مش هقول لك السنة دي، أو ممكن سنة ونص، يعني ممكن من سنة ونص أيام ما كنت في فرنسا قبل ما أجي تركيا. بس أنا كنت رافض موضوع إن أنا أرجع مصر ده تماما يعني. فعلى ما أعتقد من بعد الفترة دي، كان برضو في حد كان ماسك في النادي الأهلي يكلمني. أنا شخصيا كنت ساعتها في منتخب مصر مين يعني. يا كريم اللي كلمك؟ بس عادي، ده هو الامور دي ساعتها طبيعيه، اصلا ما بتبقى الاسماء معروفه، بس يعني احنا كان بنحب كابتن بس سعيد نوضح معوض للجمهور. ساعتها كان ماسك في النادي الأهلي، كان ماسك مدرب مساعد باين. فهو كان مكلمني يعني، كنت ساعتها أنا في منتخب، كان عندنا معسكر. بس أنا يعني قلت له أكيد يا كابتن، يعني أي لعيب يتمنى إن هو يلعب في النادي الأهلي أو انت النادي اصلا الزمالك طبعا. انت من اشبال النادي الاهلي يا كريم، صح؟ ايوه يا كابتن، انا بقى لعبت 6 سنين في الاهلي يعني. بدات من هنا عندي 9 سنين لحد 13 سنه او 14 سنه وفي الاهلي، وبعد كده رحت على جي ام جي اكاديمي اللي هي اكاديميه وادي دجله طبعا. عارف تاريخك بعد والله. كاس اه بس انت، احنا انا كنا احنا يعني، هل كنا مع المعلومه بعض اللي يعني. عندنا الاختلاف الامور الماديه ما بينك وما بين الاهلي ده كان السبب في ان انت ما لا، تنتقلش نادي اهلي؟ ما اتكلمناش على امور ماديه خالص والله. بس انا يعني انا كنت رافض الموضوع يعني. كنت انا حابب ان انا اكمل عايز في اوروبا تكمل. يعني. طيب كنت حابب الدولارات بقى يا كابتن محمد. عامة يا كريم، انت بص، انت بتحب الدولارات وانا عارف انك بتحب الدولارات. انت حبيبي، انت حبيبي من ايام المنتخب والله.